مساء الخير على حضراتكم جميعا، واهلا وسهلا بحضراتكم في امسيه اليوم للاحتفاء بالاستاذ الدكتور محمود سالم الشيخ اللي بنرحب بيه وبيشرفنا وبيشرفنا عدد من المشاركين. هيتولى تقديمهم استاذنا الدكتور عبد الرحيم الكردي، فليتفضل سيادته في بدايه الندوه. تفضل دكتور عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات تكريم الكبار النقاد والأساتذة والمفكرين المصريين، ويبدو أن هذه الحلقات سوف تتحول إلى موسوعة إن شاء الله لكبار النقاد والمفكرين والمثقفين المصريين والعرب. والحقيقة أن هذه الحلقات من الحلقات المهمة، لأنها تظهر وجه مصر الثقافي وتبرز الأساتذة أو دور الأساتذة الذين لم يأخذوا حقهم من الشهرة نظراً لانشغالهم بالأبحاث العلمية الجادة وانكفائهم على الأبحاث العميقة. ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور محمود سالم الشيخ. سوف نقدم اليوم واحدا من أكبر أو من كبار المثقفين المصريين الذين كان لهم دور في خلال نصف القرن الأخير. صحيح أننا لا نريد أن نكبره كثيرا، فهو شاب يعني بعقله وعلمه وفكره. الأستاذ الدكتور محمود سالم الشيخ من مواليد مصر سنة 1940، وهو يعني من خلال سيرته الذاتية قد خاض غمار تجارب كثيرة حياتية وعلمية وبحثية، بدأها من قرية الجنايات في الشرقية وانتهاء بكبرى الجامعات الإيطالية، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس جامعة فلورنسا، وله العديد من الأبحاث العلمية والكتب والمشاركات الثقافية التي سوف تظهر من خلال هذه الحلقة إن شاء الله. سوف نبدأ هذه الحلقة حتى لا نضيع الوقت في التقديم، وننتقل مباشرة إلى الأعمال أو الأبحاث العلمية والرؤى والشهادات. سوف ننتقل إلى الأستاذ الدكتور محمود سالم الشيخ ليقدم لنا نفسه في بداية هذه الحلقة. فليتفضل الأستاذ الدكتور محمود ليقدم نفسه ويبين تجربته في خلال هذه الحلقة إن شاء الله. تفضل يا دكتور محمود. أستاذ، أنا مش عارف أشكركم إزاي. دي فرصة طبعاً غير متوقعة، لأن أنا لم أنتظر ولم أكن أنتظر مثل هذا الترحيب من المؤسسات المصرية لشخصي الضئيل المتواضع. والشكر موصول لكل من ساهم في تجهيز هذه الندوة. من الصعب أن أتحدث عن نفسي، عندي صعوبة، فيعني أرجوكم تعذروني إذا كان عندي صعوبة في الحديث عن نفسي، لأن مش متعود أتكلم عن نفسي. أنا ابن القنايات وفخور بأننا من هذه القرية، وإن كانت الآن مدينة ومركز، ولكني أذكرها كقرية القنايات التي قضيت فيها أيام الصبا. درست في مدرسة الزقازيق الثانوية، ثم في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم الدراسات القديمة، وتخرجت عام 61 بالضبط في 17 يوليو 61، وكنت أول دفعتي على الثلاث جامعات آنذاك. كانت هناك جامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية، وكنت سعيد بشبابي، وكنت منتظر أن أنا أبقى أستاذ في نفس الكلية كما كان مقرر أن أكون، ولكن كان حظي أوفر أن أنا حصلت على منحة للدراسة في إيطاليا، وكنت رافض هذه المنحة
ولكن الفضل يرجع إلى أستاذي الدكتور محمد صقر خفاجة، الذي كان له الفضل في إقناعي بأن أنا أسافر هذه للدراسة. جيت إيطاليا وللأسف الشديد واجهت مشاكل كثيرة، مشاكل من الجهات المصرية وخاصة من المركز أو من المكتب الثقافي الإيطالي في روما، كانت مشاكل كثيرة وكبيرة لدرجة أن أنا قعدت 3 سنوات بدون تجديد باسبور لتعنت المستشار الثقافي وعدم قدرة السفير على تجديد الباسبور، وأنهيت دراستي والحمد لله، وكانت كنت موفق. أذكر لما أستاذي بروفيسور كونتيني كان عاوز يساعدني فقال اداني موضوع بسيط، كان ممكن اخد عليه الدرجه في اقل من سنه، فلما شفت الموضوع وما عجبنيش قلت له استاذ انا جاي علشان اتعلم صنعه مش عشان اخد شهاده، وكان اول مره استاذي واحد يكلمه بهذه الألفاظ وبهذا الأسلوب، فالراجل ما زعلش مني الحقيقة، يعني هم زملائي قالوا لي إن هو عيب إنك تقول للأستاذ بهذا الكلام، يعني الراجل أسند إلي موضوع من أصعب المواضيع اللي كان ممكن أي واحد من زملائي الإيطاليين يتهرب منها، بدليل إن ما كانش حد إيطالي من زملائي واجه مثل هذا ديوان الشعر للشاعر نيكولو دي روسي، ده كان معاصر لدانتا ليجيري وكان من مدينة تريفيزو بالقرب من البندقية، فكان بيكتب إيطالي وبيكتب باللهجة بتاعته، فأنا ابتديت والحقيقة كان فيها صعوبات كتيرة، والحمد لله وصلت وخلصت الكتاب في سنة 69، حصلت على الدرجة، وفي 73 طبع الديوان اللي أهديته إلى ابني أول أولادي هشام، إلى هشام ابني سنة 73. حصلت مشاكل كتيرة وأحداث سياسية وأحداث اجتماعية، وبعد 67 أستاذي قال لي خليك معنا، هتروح فين؟ وابتديت فعلا أشتغل معاه، وكان حظي أوفر من زملائي لأن أنا تعينت سنة 68، يعني قبل ما أخلص، قبل ما ناقش الرسالة، كباحث في المجلس القومي للبحوث الإيطالية، وده كان بداية طريقي وبداية حياتي. وكان كنا في المجلس القومي للبحوث نفس الدرجة نفس الكتر الجامعي، وكانش فيه أي فرق بين المجلس القومي للبحوث والجامعة، كنا بنشتغل مع بعض نفس العمل، بس احنا كنا محظوظين لان مرتباتنا كانت اعلى من المرتبات الجامعيه، كانوا بيدولنا بدل بحث اكتر من اساتذه الجامعه، وكان زملائي في الجامعه بيبصوا لنا كده شويه يعني كانوا بيحسدونا على ان احنا عندنا فلوس اكتر منهم. ومشيت الامور، وسنه 84 أعطوني الجنسية الإيطالية تقديراً لأعمالي العلمية في مجال تحقيق النصوص ودراسة المخطوطات. طبعاً كنت اتجوزت وكنت خلفت هشام وناجي، والكادر والكارير بتاعي عملته، وتفرغت كلياً لدراسات
ودراستي كانت منصبة على ما كانش ليها مسار واحد. ابتديت بالشعر، وأنا حققت تقريباً 14 ديوان شعر، وكمحقق للنصوص ودارس للمخطوطات كانت مهمتي الكبيرة هي النظر إلى اللغة الإيطالية. فبدأت أنظر إلى اللغة الإيطالية من ناحية اللغة الإيطالية في القانون، اللغة الإيطالية في مجال الطب، اللغة الإيطالية في كل المجالات. فابتديت أدرس دساتير المدن القديمة في القرن الاثناشر، اكتشفت أقدم دستور سنة 1200 دستور كارنتانا، وبعد كده اشتغلت على دستور بيروجا 1334، بعد كده على دستور سيينا 1200، ودي كلها مجلدات. كل دستور من ده كان بياخد مني 3-4 مجلدات ومجلد قاموس للألفاظ والكلمات اللي موجودة في النص. بعد كده في نفس الوقت كنت بشتغل على النصوص الطبية، وكان وجود النصوص الطبية بالنسبة لي كان الحقيقة كانت صدفة أن أنا لجأت لدراسة النصوص الطبية اللي متاخدة من اللغة العربية، المترجمة من اللغة العربية. وده كان بمحض الصدفة، لأن أنا فاكر كنت رايح مونبلييه أشوف كلمة في مخطوط من مخطوطات دانتا ليجيري للفيوري، كان أستاذي حط قدامها بعد ما نشر النص، حط علامات استفهام على بعض الكلمات. فأنا في كلمة بالذات كنت بدرسها وكنت عاوز أتحقق من قراءتها في المخطوط. رحت مونبلييه عشان أشوف المخطوط. المخطوط ده موجود في كلية الطب في جامعة مونبلييه. مليت الاستمارة فجابوا لي المخطوط، فبص في المخطوط لقيته كله أدوات جراحية أول مرة أشوفها. قعدت أقلب في المخطوط قبل ما أقول للراجل إن أنت غلطت في اللي تجيب لي المخطوط، فلقيت مكتوب في الآخر البوكاسس. البوكاسس ده اسم العالم الطبيب العربي أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي، أندلسي من مواليد 936 أو 40، وكان من أشهر الأطباء في الأندلس، وترك موسوعة طبية من 30 جزء، كان أشهرها الجزء 30 آخر جزء اللي هو كتاب الجراحة. ده كان كتاب الجراحة للزهراوي. أنا نسيت دانتي ونسيت الكلمة اللي كنت عاوز أشوفها، وقعدت أقلب في هذا المخطوط. كان هقعد يومين في مونبلييه، قعدت أسبوع لغاية ما عرفت إزاي، وطلبت الميكروفيلم. كان أيامها بنشتغل بالميكروفيلم، جبت الميكروفيلم وابتديت أدرس هذا الكتاب، وجبت الكتاب باللغة العربية والترجمة اللي عملها سبينكس في سنة 64، وابتديت أشتغل على هذا. دي كانت بداية مدخلي إلى الطب المترجم من اللغة العربية. كان أولها كتاب الجراحة لأبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي. أنا نشرت هذا العمل سنة 1992. بعد كده قابلت عدد كبير من المخطوطات ومن المواضيع الطبية المشتقة من الناتجة عن الطب العربي. ابتديت أدرس هذه المواضيع ونشرت 4 أو 5، وفي الآخر قالوا لي طب ما تيجي تدرس
تاريخ الطب عندنا لمدة، حقيقة درست تاريخ الطب لمدة 4 سنوات، وبعد ال4 سنوات كنت بدرس تاريخ الطب العربي، وابتديت أجمع كل اللي أنا استفدت منه، وعملنا كتاب عن تاريخ الطب العربي في العصرين الأموي والعباسي. بعد كده لقيت نفسي مع الرازي المنصوري في الطب للرازي، والمنصوري في الطب للرازي حكاية طويلة معايا، لأن اشتغلت عليه أكتر من 16 سنة، لأن بتكلم عن الترجمة الإيطالية، ترجمات إلى اللغات الرومانسية أو اللغات الحديثة كلها مترجمة عن اللغة اللاتينية، لأن كانوا بيترجموا من العربي إلى اللاتيني، وبعدين كانوا بيترجموا من اللاتيني إلى الفرنساوي أو إلى الإسباني أو إلى الإيطالي. فعلشان أنا أحقق هذا النص على المخطوطات اللي موجودة في المكتبات الإيطالية، كان لازم أرجع إلى الأصل اللاتيني. وبعدين قبل ما أوصل للأصل اللاتيني لازم أشوف الأصل العربي اللي اترجم على أساسه النص اللاتيني، عشان أشوف إذا كان مطابق ولا لا. قعدت أدور على المخطوطات العربية للمنصوري في الطب، توصلت إلى 27 مخطوط من أرجاء العالم، وابتديت أدرس هذه المخطوطات وأقارنها بالنص اللاتيني. لا يطابق واحد منهم النص اللاتيني إطلاقاً، والنص اللاتيني لا يطابق النص الإيطالي اللي موجود في عدة مخطوطات. كان مشكلة كبيرة، ودراسة اللغويات مهمة، فابتديت أعمل تفكيك للنص من الداخل وأدرسه لغويا من الضغط. وجدت كلمة تفايا، كلمة تفايا ديت موجودة في النص اللاتيني وموجودة في النص في الترجمة الإيطالية، ولكن ما لهاش وجود في المنصوري باللغة العربية اللي كتبه الرازي. بدل تفايا موجود إسفزباج أو إيزرباج، هما كلمتين فارسيتين كان بيستعملهم الرازي في كل كتبه العلمية، وكانت دي الكلمات دي معروفة متداولة في العراق آنذاك، في بغداد آنذاك. وتوصلت إلى أن سنة 1228-1249 كان أول أمير حفصي لتونس، كان محب للطب وللصحة، وكان يميل إلى الرازي وإلى المنصوري في الطب، فطلب من واحد طبيب مغربي ابن الحشة أنه ينقح كتاب المنصوري من الكلمات الأعجمية ويشرح الكلمات العربية غير صعبة بالنسبة للمغاربة. ابن الحشة كتب عمل قاموس من 1227 كلمة، سماه هذا الكتاب مفيد العلوم ومبيد الهموم. أنا بصيت لقيت في رقم 18 بإزاي هو بيفسر إسفزباج، فلقيته بكايب إسفزباج ما نسميه في المغرب بتفايا، فعرفت أن تفايا دي كلمة مغربية، فكان لازم أجري وراء هذه الكلمة علشان أوصل. بديت أفحص كل النص علشان أطلع كل الكلمات اللي غيرها ابن الحشة في النص دوت، لقيته مغير تقريبا 1000 كلمة في النص. إذن عندنا ترجمة للمنصوري في الرازي على نسخة عربية مغربية، مش نفس النسخة اللي هي متداولة اللي احنا بنعرفها دلوقتي.
وأي واحد عاوز يدرس النص العربي للمنصوري في الطب علشان يعيد طباعته لازم يلجأ أو لازم يدور على النسخة المغربية ديت، لأن أنا الحقيقة رغم أن أنا دورت عليها وسنين كتير الحقيقة لم أوفق في أن أنا أجد هذه النسخة ديت. يعني قصصي بكل كتاب بالنسبة لي ليه قصة، ودي إحدى قصصي مع المنصوري في الطب. مش عاوز أطول عليكم، فبقول إن أنا يعني أعمالي في الشعر، في النثر، في تاريخ الطب، في تاريخ القانون مع دانتا ليجيري، وأعمال كمان لغوية، وأنا لسه دلوقتي بقالي في 10 فبراير نشر لي كتاب جديد عن الكلمات العربية المقنعة. يمكن العنوان ما كانش عاجب أخويا محمود الضبع، ولكن هو كده والله. هي كلمات مقنعة لي لأنها كلمات إيطالية من أصل عربي، فحبيت أنا أديله كمان يعني أحط جنب العنوان الإيطالي العنوان العربي اللي هو اللي أنا حطيته للكتاب. مش عاوز أطول عليكم، أنا كمان لغاية دلوقتي بشتغل والحمد لله في صحة جيدة وما بطلت الشغل، ويمكن أخويا زين عارف أن أنا بقوم الصبح الساعة 5 أشتغل، وبشتغل طول النهار لا أمل من العمل، وربنا يدينا كلنا الصحة وينجينا من الوباء الكورونا، وعلشان نقدر نواجه الحياة أفضل وأفضل. أنا شاكر أفضلكم، وأرجوكم تعذروني إذا كنت طولت عليكم. نفتح الصوت يا دكتور دكتور كوردي، نفتح الصوت بعد إذنك. تفضل. الصوت مفتوح كده. تفضل يا فندم. تفضل. شكرا دكتور محمود على هذا التقديم الطيب. لا دكتور كوردي أستاذن حضرتك، الصوت نموذج مشرف جدا. تفضل. الصوت مسموع. السيجنال بس في مشكلة عند حضرتك، بتهيألي الأساتذة كده مش سامعين. الصوت مسموع يا أستاذ وائل؟ لا مش مسموع. أيوه. دكتور كوردي كده. طيب الصوت دلوقتي واضح؟ واضح، بس لو ينفع بس حضرتك تحرك اللاب سنة بسيطة، لأن يبدو إن السيجنال منور أحمر عند حضرتك. أنا هقفل الصورة عشان الصوت يبقى أكثر وضوحا. الصوت واضح؟ طيب دلوقتي واضح دلوقتي؟ واضح. واضح؟ تفضل يا فندم. طيب شكرا يا دكتور محمود على هذا التقديم، وكما قلت فإن الدكتور محمود الشيخ نموذج طيب ونموذج مثالي لثروات مصر الثقافية، لا أقول مهدرة ولكن غير موظفة وغير منتشرة وغير معروفة لدى الشباب، وهذا هو دور المجلس الأعلى للثقافة ودور لجنة الدراسات الأدبية في تعريف الشباب والمثقفين وغيرهم برموز مصر الثقافية. لا أطيل، لكن سوف نستمع الآن إلى الأستاذ الدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر ليحدثنا عن الدكتور محمود الشيخ. تفضل يا دكتور حسين. شكرا جزيلا، ويعني برحب بالجميع الحضور، وطبعا الأستاذ الكبير الدكتور محمود سالم الشيخ. خليني أبتدي بأنه محمود سالم الشيخ مش مجهول ولا حاجة، يعني معروف حتى للقارئ العربي،
كنت سنة 1981 يعني من 40 سنة تقريبا في مؤتمر بسالرنو بجنوب إيطاليا، وقابلت فيه 83 يا حسين 83، 40 سنة 39 سنة، الفرق مش كبير. وكنت ساعتها صحفي في مجلة أكتوبر، ولما عدت كتبت مقال، وأظن أنه هو اتقرأ لأنه جات لي عنه ردود أفعال مش بطالة، وكان عنوانه مش عارف دكتور محمود يفتكره ولا لا، أنه هو اللي باع المية في حارة السقايين. أيوة. وكان ساعتها محمود السالم الشيخ قبل 40 سنة أكثر شباباً، وأنا كنت أكثر شباباً برضو، يعني ما كنتش كبير، يعني كنت أصغر متحدث في المؤتمر ده. فهو من ساعتها هو معروف، ومنذ ذلك الحين لحد النهاردة وإحنا بنوليه بالكتابة وبالتقديم، وله كتب منشورة باللغة العربية. يعني في السنوات الأخيرة دكتور زين عبد الهادي يمكن يذكر لنا أعماله اللي نشرها في المهاجر، ونشرت في دار المعارف، ونشرت في الهيئة العامة للكتاب، وكتاب مهم جدا صدر منذ قليل من السنوات عن تحقيق النصوص باللغة العربية. يمكن أزمتنا إن احنا ما بنقراش، لكن تقديمه للقارئ العربي كان موجود. طيب، هو مش معروف لدى القارئ العربي، مش معروف لدى جمهور الشباب العربي، لكن في إيطاليا معروف جداً، ملء السمع والبصر منذ سنة 83 وحتى الآن. سنة 83 كان في المؤتمر مع المستشرقة الإيطالية المولودة في مصر كليليا سارنيلي، وأنا شفت بنفسي يعني حجم الاهتمام اللي كان بياخده محمود سالم الشيخ في المؤتمر، سواء بالتعليقات عندما يتحدث، في المناقشات الجانبية. مش بس كده، أنا لما رجعت مصر أهداني الدكتور محمود سالم الشيخ أول شريط فيديو يمكن في تاريخ التدريس الإيطالية في إيطاليا وفي مصر، برنامج اتعامل مع كليليا سارنيلي عن تعليم اللغة الإيطالية للأجانب. ده جزء مش موجود في لا عند أستاذه الكبير، أستاذه الكبير ده بقى كونتيني، ده أسطورة من أساطير النقد الأدبي في إيطاليا، واللي اشتغل معاه هو في حد ذاته العمل معاه قيمة في حد ذاته يعني، فكونه من تلاميذ كونتيني ده حاجة كبيرة جدا في إيطاليا. الجزء ده مش موجود، تعليم اللغة الإيطالية مش موجود في نشاطه العلمي اللي هو كان بيحكي عنه دلوقتي. ممكن يكون by products، يعني إنتاج جانبي من اهتماماته الواسعة. لكن بعدها على طول جه مصر محمود سالم الشيخ وعمل ندوة في إسكندرية في المعهد الثقافي الإيطالي بالإسكندرية عن بيير باولو بازوليني. وبيير باولو بازوليني في الوقت ده كان من أهم ومن أشهر أدباء وشعراء وفناني إيطاليا بشكل عام، يعني اشتغل في ألف قصص، ألف أشعار، عمل أفلام، وكان موجود يعني بشكل رئيسي، وكان من أصدقاء محمود سالم الشيخ، وعمل الأمسية بتاعته. وأذكر إن إحنا اشتغلنا سوا على الترجمة العربية للمحاضرة بتاعته في الإسكندرية في ذلك الوقت. فمحمود مش بس محمود سالم الشيخ مع حفظ الألقاب طبعاً، مش بس يعني بتاع مخطوطات ودراسات في وفقيه في اللغة، اللغات الرومانسية أو اللغات اللاتينية الحديثة إذا شئنا القول حتى يعني يكون مفهومين، لا، في الوقت نفسه ده كان محمود سالم الشيخ بيظهر صباح كل يوم جمعة أو حد، جمعة ولا حد، في التلفزيون الإيطالي جمعة واثنين، جمعة واثنين، جمعة واثنين في التلفزيون الإيطالي في القناة الثالثة، القناة الثالثة في التلفزيون الإيطالي الأولى، الثالثة يوم الجمعة والأولى يوم الاثنين،
قناة تالتة في التلفزيون الإيطالي، قناة ثقافية الطابع، عاملة زي الصفحة التالتة كده في الصحف اليومية، إذا كنا يعني على علم بتقسيم الصفحات بتاعت الجرايد، بتبقى دايما الصفحة التالتة تحمل أهم مقالات الكتاب الكبار، زي ما كنا بنقرأ هيكل في الصفحة التالتة في الأهرام مثلا في فترة طويلة، وكبار الكتاب كانوا بيكتبوا في هذه الصفحة، الصفحة التالتة. كان إيه التلفزيون الإيطالي ساعتها؟ كان محمود الشيخ عضو في اللجنة الثقافية بتاع التلفزيون الإيطالي، كان برضو عضو في لجنة تتبع مجلس الوزراء الإيطالي مهتمة بالثقافة الإسلامية في إيطاليا، وكان بيقدم برنامج أسبوعي عن الثقافة الإيطالية، الثقافة الإسلامية والعربية باللغة الإيطالية للجمهور الإيطالي الواسع. يمكن انقطعت بنا السبل فترة، وعندما عدنا نرى الدكتور محمود سالم الشيخ مرة أخرى لظروف عملي خارج مصر يعني، وانقطعت فيه عن الاتصال بالأحباء والأصدقاء. لما رجعت إيطاليا، والحقيقة عايز أقول حاجة مهمة في موضوع محمود سالم الشيخ ولقاءاتي معه في إيطاليا، ودي حاجة برضو جانبية جدا لكنها مهمة. هو مشاء عظيم يعني، مشاء يعني يجوب الطرقات ليل نهار، ما عندوش مشاكل في أنه يمشي 4 و5 ساعات، وأنا كنت بمشي معاه الحقيقة، وبعد نص ساعة يدركني التعب فابتدي أتململ من متابعته، وخصوصا أنه ما كانش ماشي كده وخلاص. مرة طفنا كل شوارع نابولي تقريبا مع شقيقة كليليا سارديلي، وهم بيتكلموا عن موضوعات ثقافية وسياسية مهمة جدا بالنسبة للمجتمع الإيطالي. في الفترة دي رحت مع نابولي وحضرت كمشاهد وكشاهد عيان ندوة كبيرة كان بيتكلم فيها أو كان بيرد فيها عن الإسلام، كل الهجمات اللي كان بيتعرض ليها الدين الإسلامي في ذلك الوقت، وكانت متواكبة مع أحداث عالمية شجعت الهجوم على الدين الإسلامي. وكان الحقيقة بيقول المحاضرة دي في إحدى كنائس مدينة نابولي جوه الكنيسة، صحيح الكنيسة تحولت إلى مكان الاجتماعات الثقافية، لكن هي في النهاية هو تحدث عن الإسلام ودفع عنه في عقر دار الغرب البصف نفسه أنه مسيحي. وشفت قد إيه تفاعل الجمهور معاه، وشفت قد إيه الأثر اللي بيتركه بعد انتهاء الندوة وبعد خروج الناس من الندوة، إزاي الأثر الإيجابي كان بيتركه، وده كان باين جدا في الاحتفاء به بعد انتهاء هذه الندوات. وأذكر مرة أن احنا عادنا في مطعم في نابولي ناكل، لكن فوجئنا بأن الإيطاليين اللي كانوا موجودين في الندوة تحلقوا حوالينا وقضوا معنا السهرة، يمكن حوالي 15 أو 20 واحد كانوا طبعا بيناقشوا بإعجاب وتعجب كل المفاهيم والأفكار اللي طرحها محمود سالم الشيخ فيه. وأذكر مرة في جامعة روما دول اللي هي روما 2 روما 3 اللي هي تورفرجاتا اسمها، وكان محمود الشيخ بيتحدث برضو عن الدستور الإيطالي، وعن أن الدستور الإيطالي كان في إحدى مواده بيقول أنه الكاثوليكية هي الدين الدولة على ما أعتقد أو العكس. المهم أنه هو النقاش احتد، وجي أحد الأساتذة الإيطاليين وبرضو من الأساتذة الكبار، هو وزوجته كانت أستاذة برضو، واعترضوا على محمود الشيخ وقالوا له أنت مش إيطالي، ما تتكلمش عن السياسة الإيطالية وعن الدستور الإيطالي وبأي حق وحاجات زي كده. وكان الرد ببساطة أنه هو برضو مواطن إيطالي زيهم بالضبط، وأنه من حقه الكلام. وطبعا القاعة كلها صفقت لهذا الرد المفحم من جانب محمود الشيخ، واستمر الحوار وكان له نتائج غاية في الإيجابية. يعني احنا قدام واحد
ممثل للثقافة العربية، ممثل للهوية العربية الإسلامية في جوبا إيطاليا، مدافع صنديد عن العمق الثقافي والحضاري العربي في الغرب، مشهور جدا في الأوساط العلمية والأكاديمية، بدليل أنه برضو من في إحدى الزيارات رحت المعهد الشرقي بروما اللي هو مشهور باسم نالينو، العالم الإيطالي الكبير اللي كان بيدرس في جامعة القاهرة في أوائل القرن، وكان في انتخابات يوميها على ما أظن في الانتخاب أعضاء مجلس إدارة المعهد الشرقي في روما، وكان محمود الشيخ من العناصر الفاعلة في تحريك هذه الانتخابات وفي المساهمة في فوز أو عدم فوز بعض المرشحين. وشفت يعني بعيني يعني وضعه إيه في خصوصا المهتمة بالعلاقات الشرقية الغربية في جامعة فلورنسا وعلاقاته بالجامعات العربية، حدث ولا حرج، مش بس مع مصر، مع مصر، مع سوريا، مع العراق، مع كل البلدان العربية، بس مع مصر كان له عمق محدد جدا. وأعتقد أنه صداقته بالمرحوم الدكتور جعفر عبد السلام اديته إمكانية للعمل داخل مصر، إمكانية كبيرة جدا، باعتباره كان أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية. ومع دكتور جعفر عبد السلام عملوا بعض المؤتمرات شديدة الأهمية بين مصر وبين إيطاليا، مش بس تحقيق التراث يا دكتور محمود، لكن محمود الشيخ كتب عن السينما المصرية باللغة الإيطالية، قدم نجيب محفوظ باللغة الإيطالية. طبعا أنا بحترم جدا عمله في تحقيق المخطوطات اللاتينية وعمله في المعاجم الإيطالية وفوزه بأفضل فقيه لغوي في إيطاليا، ولسه الجائزة زي ما كنت كاتب مرة في جريدة الشرق الأوسط لسه الجائزة موجودة عنده في بيته اللي بيملكه في المانيال بالقاهرة، ويعني محاوطها بكل الرعاية والاهتمام، ويبدو أنه هو خايف عليه على هذه الجائزة من أنه حد يبص لها حتى، يعني مش بس يلمسها بإيده يعني. ده شيء محترم جدا وشيء نفخر به كلنا، وشيء يعني يقول أنه واحد من غير أهل هذه اللغة وهذه الثقافة يتبوأ مثل هذه المنزلة الرفيعة في الثقافة الإيطالية واللغة الإيطالية واللغة اللاتينية والمعاجم الإيطالية والدراسة التخصصية اللي بيذكرها عن المجالات المختلفة اللي درس فيها اللغة الإيطالية كلغة متخصصة أو تخصصية، يعني زي ما بيقول. كل ده كويس جدا، لكن الأهم عندي من كل ده هو خدمته للثقافة العربية في إيطاليا. ده خدم الإيطاليين جدا، عملوا المنهجي والعلمي، لكن الخدمات التي قدمها إلى الثقافة العربية وإلى أيضا اللغة العربية، رغم أنه في اللغة العربية يعني أتبها من فترة طويلة، لكن لسه في أعماقه موجودة المفردات وموجودة الألفاظ. كنت لسه بيعمل محاضرة عندنا في جامعة بدر عن أخطاء الترجمة، وذكر مثال، وأعتقد أنه تفسيره ليه تفسير في بعض التقدم في الدراسات اللغوية. يعني على سبيل المثال عندما فسر طيرا أبابيل، مش عارف الدكتور محمود فاكر المحاضرة ولا لا، وكان له تخريجات جديدة جدا في هذه التفسيرات اللي ممكن جدا ما تلاقيهاش في المراجع المباشرة اللي بتفسر آيات القرآن الكريم. محمود الشيخ مش ظاهرة أوروبية فقط، محمود الشيخ ظاهرة عربية مصرية أصيلة في موجودة في إيطاليا بحكم التبني، تبني وطن ثاني، وهو شيء مشروع حتى في أصحاب
أو المحافظين على الهوية القومية الأصيلة، مهم جدا بالنسبة لهم، لكن بالنسبة للعالم العربي وبالنسبة لمصر قدم ويقدم وسوف يقدم إنجاز وبطولات، أحب أقول يمكن أكون مبالغ شوية في هذه اللفظة، لكن أنا شفت المعارك التي خاضها من أجل الإسلام ومن أجل العرب في إيطاليا، وأعتقد أني منصف لو قلت أنها بطولات، لأن واجه بسببها مشاكل في عمله، واجه بسببها مشاكل داخل المجتمع، لكنه عارف باعتباره برضو يعني شرقاوي عنده بعض الحنكة، مش عايز أقول الخبث يعني ولا المكر ولا اللف والدوران، ولا لكنه استطاع أن يطوع أدواته لخدمة الغرض اللي هو دايما كان بيتصدى له وبينجح في الوصول وفي تحقيق أهدافه في الدفاع عن الثقافة العربية وعن الهوية القومية العربية. دي يعني حاجات ممكن جدا لا تذكر في سيرته الذاتية، لكنها كشاهد عيان أحب أن أنا أذكرها وأحب أن أنا أبرزها وأحطها تحتها 30,000 خط. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور حسين على هذا التقديم ورسم الصورة التي رسمتها للدكتور محمود عن قرب وعن خبرة، لكن قضية أنه كان يمشي كثيرا يا دكتور حسين بالخمس ساعات لم يذكرها في سيرته الذاتية ولم يقل لنا مع من وإلى أين ذهب يعني، فهذه الأسرار التي تحدثت عنها. وننتقل الآن إلى الدكتور زين عبد الهادي مدير مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة ليحدثنا عن جانب آخر من جوانب شخصية الدكتور محمود العلمية والشخصية. تفضل يا دكتور زين. دكتور زين هل تسمعني؟ أيوة معك. شكرا دكتور عبد الرحيم. تفضل. سعيد وجودي للغاية حضرة أستاذنا العزيز الدكتور محمود الشيخ، وبشكر صديق العزيز محمود الضابع لأنه هو صاحب الفكرة في هذه الندوة، وأنا مدين لي أنا ومحمود الشيخ وحسين محمود وعبير وكل الناس الموجودة أن هو صاحب هذه الدعوة في رحاب وزارة الثقافة أو بوابة الثقافة اللي بيديرها الأخ العزيز وصديق العزيز الأستاذ وائل. وشكراً للجنة، هي لجنة إيه يا دكتور محمود؟ لجنة اللغة؟ دراسات اللغوية والأدبية. دراسات اللغوية والأدبية، ما الحقيقة هي صاحبة أيضاً الدعوة هذا اليوم إن إحنا نتناول بعض الحديث عن، يعني أنا بعتبر محمود الشيخ بالنسبة لي أنا شخصياً حد كده زي أبويا، يعني مش مجرد، هو مش مجرد صديق ومش مجرد عالم ومش مجرد شخصية شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. أنا أستغرب إن إحنا ما نعرفوش، والحقيقة هي مش مشكلته، يعني أنا بعتقد إن مشكلتنا إن إحنا مش على اتصال علمي بما يحدث في أوروبا من جانب العلماء المصريين، لأن في علماء مشهورين جداً موجودين في بلجيكا، موجودين في فرنسا، موجودين في أسبانيا، موجودين حتى في إيطاليا، مصريين وليهم أعمال شهيرة وليهم إمباكت على العلم من أقوى مما نتخيل بكتير. والحقيقة إذا كنا، أنا دايماً أسأل نفسي، يعني أنا كنت محضر جملتين أقولهم في الأول عن الدكتور محمود، ولكن الحقيقة يعني أنا، هو يعلم جيداً مدى حب لي وشهادتي فيه مجروحة، ولكن أنا دايماً أسأل نفسي ما هو إرث العالم، الإرث بتاعنا،
الإرث بتاعنا مش فلوس. العالم الحقيقي الإرث بتاعه علم، علم ينتفع به. لكن العلم لما يكون في بيئة بتحتضنه أعتقد الانتفاع به بيبقى كبير جدا، لكن لما يكون في بيئة طاردة أعتقد كلنا عارفين إيه اللي بيحصل. لكن إحنا كعلماء إحنا مش تجار ولا بتوع فلوس ولا كلام من، إحنا ناس بتاعت علم. ده الإرث الوحيد اللي هنسيبه لأبنائنا وهنسيبه لتلامذتنا وهنسيبه لطلابنا في كل حتة. لما تشوفوا الحقيقة طبعاً أنا عايزكم يعني نعمل مرة كده يتكلم فيها محمود الشيخ عن فرانكو كونتيني اللي كان بيتكلم عليه الدكتور حسين محمود من شوية اللي هو أستاذه. شوف إجلاله رغم أن الدكتور محمود النهاردة يعني أنا مش عايز أكبره بس يعني فوق 80، شوف وهو بيتكلم عن أستاذه بأي إجلال وأي محبة، زي أنا ما أتكلم مثلاً عن أستاذي العظيم الدكتور سعد الهجرسي ده كان أستاذ المكتبات في جامعة القاهرة، أو أتكلم عن أستاذ الأمريكي إخوان فرودنسيان وده كان راجل أمريكي درس لي سنة لكن قعدت علاقتي بيه لحد ما مات حوالي 30 سنة. فالأستاذ الحقيقة تأثيره بيبقى ضخم جدا على تلميذه. ولحد دلوقتي محمود الشيخ يقول لك انا مدين لهذا الرجل، يعني انا افضل حياتي كلها مدين لهذا الرجل اللي هو وكل من درس له. بالمناسبه انا كنت عايز اقول للدكتور عبد الرحيم الكردي، الدكتور محمود الشيخ بيمشي على نهر الارنو حوالي 16 كيلو رايح جاي بين بيته وبين الجامعه، وانا مشيت معاه المشوار ده كويس. ومشي كمان مع مين؟ مشي مع الدكتور حسن عثمان اعتقد يا دكتور محمود. دكتور أيوة. عثمان اللي هو اول واحد ترجم الكوميديا للعيد لدانتي. وشوف علاقه محمود الشيخ بالدكتور حسن عثمان استاذ الادب الايطالي، وازاي يعني لما ترجع كمان بالذاكره شويه تلاقي كمان مساله المشي دي مش هراء، دي مساله عبقريه جدا بتخلي الواحد يعني يعيد التفكير في حاجات كتير وممكن يطلع باختراعات. انا الحقيقه كنت عايز اقصر حديثي كله عن الكتاب الاخير، لان محمود الضبع هيتكلم عن كل أعمال تقريباً محمود الشيخ. محمود الشيخ له كتاب قبل الأخير، أو له كتاباً قبل الأخير. الكتاب الأخير إحنا بندرس في أقسام المكتبات وأعتقد في دار العلوم أيضاً وفي كليات الآداب في أقسام اللغة العربية بندرس المخطوطات. فبعد عمر يعني أنا درست المخطوطات السبعينات وقابلت ناس اشتغلوا في تحقيق النصوص، كنا بنقول تحقيق المخطوطات. طبعا اكتشفت مع محمود الشيخ أن ده واحد من أكبر الأخطاء العلمية في تاريخنا العلمي. تقريبا إحنا ما كانش عندنا منهج محدد لتحقيق النصوص، فإذا كان لدينا الآن فنحن علينا دين لمحمود الشيخ إن هو علمنا إزاي نحقق نص مخطوط أو نخش في مسألة الفيلولوجيا. ومحمود الشيخ أستاذ اللغات الرومانسية وفقيه في اللغات الرومانسية. واللغات الرومانسية ده موضوع كبير، لأن هي كلمة الرومانسية جاية من رومان أو رومانيكوس كل المتعلق بالرومان، وبتخش فيها مجموعة من اللغات اللي هي اللاتينية بقى والفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها. فما يكون راجل بيكتب بخمس ست لغات ومعروف لمن يكتب باللاتينية
ومعروف لمن يكتب بالإنجليزية، ومعروف لمن يكتب بالإيطالية، ومعروف لمن يكتب بالإسبانية، ومعروف لمن يكتب بالفرنسية. هل مشكلته إن إحنا ما نعرفوش؟ مش مشكلة حقيقة، وعمره هو أساساً ما دور في مسألة إحنا نعرفه ولا ما نعرفوش، دي مسألة بالنسبة له مش يعني. العالم الحقيقة هو ليس باحث عن الشكر، هو الراجل قضى حياته كلها. وأنا الحقيقة طبعاً زوجتي العزيزة ربنا يشفيها ماري، وهي يعني أم وأخته وصديقة عزيزة جداً، يعني في حوار بيني وبينها مرة وإحنا ماشيين برضو كنا في اسكندرية إحنا الثلاثة على البحر بالليل، لأنه بيجي كل سنة مصر أكثر من مرة، وبيجي وبيروح الإنايات، وأحياناً ممكن أقعد معاه 3 شهور وأربع شهور مصاحبه لأن أنا بحب أتعلم. فماري بتقول إن 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 محمود الشيخ تزوج العلم، هو جزء بس تزوج العلم أيضاً. ده قالت لي، ده بيني وبين قالت لي محمود الشيخ هو أعطى روحه كلها للعلم، هو ده الإرث اللي إحنا بنتكلم عليه. الحقيقة مؤخراً هو عمل كتاب، وكنا يعني أنا فاكر إحنا هو بيته هنا، شقته اللي في القاهرة هنا موجودة في حي المانيا على النيل في الجيزة، خلف بيت أستاذنا العظيم الراحل العظيم، وهو صديق عزيز أيضاً لي، الدكتور جعفر عبد السلام، الشخصية الأزهرية والمتنورة الراحلة. كنا قاعدين في بيته وبنتكلم عن كتاب الأدب الجاهلي لطه حسين، لما كان عنوانه كده أول ما طلع سنة 26، وكان بعنوان في نقد الشعر الجاهلي. ونظرا لضغوط كتيرة محمود الشيخ كان عايز يتكلم عن هذا الكتاب من فترة طويلة، وأنا الحقيقة كان ليا ملحوظة يمكن وأنا هقولها برضو لأول مرة، إن أنا وأنا طالب انتبهت إن طه حسين بيتكلم على إنه استخدم منهج الشك في نقد الشعر الجاهلي، ولما اتكلم محمود الشيخ عن مسألة الشك منهج للتفكير، علاقته كمنهج لإعداد دراسة علمية تاريخية عن الشعر الجاهلي. الحقيقة كان لازم يستوقفنا هذا الأمر جميعاً وإحنا بنبصر، وهنا قيمة العالم وقيمة المنهج. وأعتقد أكتر حاجة بنفتقد ليها، والحقيقة دي ملاحظاتي أنا لسه، يعني أنا أستاذ في جامعة حلوان وكنت رئيس قسم مكتبات والمعلومات، وحالياً أستاذ على المعاش بدرس لطلاب الماجستير والدكتوراه في الجامعة، ومصر على إن أنا أدرس منهج، والكلام اللي هو قاله في هذا الكتاب هذا منهج يدرس، ولو كتابين طلعهم بالعربية خلال الأربع خمس سنوات الماضية، واحد عن منهج لخن في تحقيق النصوص، والثاني عن تطبيقات للخمن للمنهج نفسه في مجموعة من الدراسات اللي كان عملها ونشرها في مجموعة من الدوريات عن المخطوطات، سواء العربية سواء كانت أو الإسلامية، سواء كانت بلغات مكتوبة بلغات لاتينية أو غيرها. اللي لفت نظري الحقيقة أن محمود الشيخ بيقول في هذا العمل إن طه حسين ما كانش ممكن يعتمد على منهج أو مذهب الشك في تأليف كتاب. بالمناسبة يعني أنا فاكر سنة 2007 أنا كنت في زيارة لسوريا، ورحت في المركز الثقافي الفرنسي، كنت بقابل الدكتور جمال شحيت الله يرحمه أبي توفى، وقال لي حاجة جميلة جدا عن طه حسين، إنه على الرغم من أن طه حسين كان لا يرى، إلا أن طه حسين كان الوحيد صاحب الرؤية فينا، ولحد الوقت ما زال طه حسين هو الوحيد صاحب الرؤية في الأدب العربي. وإن النقطة الثانية اللي بيشير إليها محمود الشيخ أن ابن سلام الجمحي من حوالي 1300 سنة
قال ان الشعر الجاهلي شعر منحوت، يعني الكلام مش جديد بالنسبه لطه حسين. صوتي واضح في مشاكل محمود؟ هو في تقطيع بيتم بس في الصوت يا دكتور الصوت زين. بيقطع. الصوت بيقطع يا دكتور زين، فحاول كده يعني ما تبعدش عن السبيكر او عن الديفايس اللي هو مصدر الانبوت للديفايس اللي فيه. طيب تمام، استاذن برضو حضراتكم لو ممكن بس عايزين بالنسبه للوقت، لان احنا يعني محتاجين نخلص الساعه 10 وكنا طبعا هيبقى في تعقيب لاستاذنا محمود الشيخ. دكتور زين، يعني لما طه حسين ابتدى يكتب كتاب الشعر الجاهلي ورؤيته فيه، كان لازم يكون بيملك منهج وبيملك حقائق. طب جاب منين المنهج وجاب منين الحقائق؟ ده اللي بيناقشه لأول مرة في الأدب العربي، لأول مرة وبوضوح كامل، إن طه حسين كان لديه منهج مش مكانش ليه. منهج غير الشك اللي هو بيتكلم عليه في الكتاب، لأن الشك فكرة. أنا بشك في إن الشعر الجاهلي اتكتب في الجاهلية، لكن هي الحقيقة ما. طب نثبت ده إزاي؟ حقيقة انتحال الشعر الجاهلي كان لازم ده يخلي محمود الشيخ يسأل سؤال: هو في حد في أي أمة من الأمم طرح فكرة انتحال الشعر في هذه الأمة منذ مثلا 1000 سنة أو 2000 سنة؟ هنا لازم نقف نكتشف إن في حد في الفترة اللي كان فيها طه حسين في جامعة، كان في جامعة سوربون على ما أعتقد، موجود نقد الشعر اللي كان موجود في العصور الوسطى في أوروبا، وقال إنه شعر منحول. إذن الفكرة في حد ذاتها مش جديدة في الأدب العالمية، ومش جديدة في تاريخ الشعر العربي أيضاً، لأن برضو قلنا ابن سلام الجامع من 1300 سنة قال كذا، وفي أكتر من واحد قال كده بعد كده. لكن الميزة في المنهج اللي استخدمه محمود الشيخ إنه الأول مرة وبشكل صريح جدا وبتتبع تاريخي وبتتبع لمخطوطات اتكتبت وأعمال جوزيف بيدييه نفسه اللي هو كان بيدرس هذه القضية في السوربون الفرنسية، وكان يعني مؤكد أن هناك علاقة ما بين طه حسين وبين جوزيف بيدييه، بدليل ما طه حسين كان بيروح القهوة اللي بيقعد عليها، وكان في نفس الجامعة موجود، والراجل كان بيدي نفس المحاضرات. إذن الأمر مش بعيد. فهل كان طه حسين متعمد إن هو يتجاهل جوزيف بيدييه تماما؟ ده سؤال المهم بيطرح نفسه جدا. وإحنا هنا لن نتوقف عند هذا السؤال فقط، لأن المنهج اللي بيطرحه عشان نقول بقى إيه هي قيمة محمود الشيخ الحقيقية، وإزاي إحنا كنا بندرس المخطوطات خطأ وما زلنا بندرسها خطأ في الجامعات المصرية، أو فيه انحراف كتير عن المنهج الذي يجب أن تحقق به النصوص لهذه المخطوطات، ودي قضية ضخمة جدا وتخلينا نعيد التفكير في كل ما كتب عن تاريخ الأدب العربي والأدب الإسلامي. وده أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. الكتاب على الرغم من صغره، لكن ما يطرحه، وهنا أنا دايما أقول أن العلم هو كيف تطرح السؤال قبل أن تجيب عليه. أنا بشكر أستاذي العزيز اللي أنا تعلمت في مدرسته خلال 12 سنة الماضية عن تحقيق النصوص، وعن إزاي يبقى كل عالم هو شخص موسوعي. الموسوعية لم تنتهي بانتهاء ابن سينا، لأن لو حضراتكم بصيتوا جميعا لأنفسكم
احنا بنحب الشعر وبنحب الرواية وبنحب الكتابة العلمية وبنحب اللي بندرسه في العلم وبنحب حاجات كتير، وده وانا بحب الموسيقى وبحب السينما. كونتيني كان نفس الشيء، محمود الشيخ نفس الشيء، محمود الضبع نفس الشيء، حسين محمود نفس الشيء، اللي احنا نعرفه كأصدقاء عن بعضنا البعض، وده أمر مهم جدا للعلم وللرؤية. إزاي يبقى عندنا رؤية؟ وإزاي إن اللعنة لما بتحل، واللعنة أنا بعتبرها المنهج، المنهج لعنة، لأن لو احنا اتبعنا المنهج، المنهج صارم بارد ما عندوش جمر حميد، لازم نخلص. أنا هكتفي بهذا القدر من الكلام. بشكر الدكتور عبد الرحيم الكوري، وبشكر وائل، وبشكر أخي العزيز الدكتور محمود الضابع على هذه الدعوة، وشكرا لكل الأصدقاء اللي حاضرين هذه الندوة، وشكرا لأستاذنا العزيز الدكتور محمود الشيخ، وبرحب مرة أخرى بصديقي العزيز السنة بطلت أشرب سجاير الدكتور العميد حسين محمود. شكرا جميل. شكرا يا دكتور زين على هذه الإضاءة وعلى هذا التوضيح وعلى هذا الشرح. وننتقل الآن إلى الفارس الأخير في هذه الحلقة، وهو الأستاذ الدكتور محمود الضبع، فليتفضل الأستاذ الدكتور محمود. مع حضرتك فندم، وأسعد الله مساءكم بكل الخير، ويسعدني أن أشارك في الاحتفاء بهذا العلم الكبير. وبداية لابد أن نشكر المجلس الأعلى للثقافة وفريق المناضلين بقيادة وائل حسين شلبي والفريق الذي يقف وراءه، وأنا أعلم أنهم حتى الآن لم يعودوا إلى منازلهم، وهكذا الأمر بالنسبة لهم كل يوم. شكر خاص للجنة الدراسات الأدبية واللغوية بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي، الذي أعلم تماما أنه ناضل من أجل هذه الفكرة، فكرة الاحتفاء كما قالها لي أول مرة، فكرة الاحتفاء بالأعلام غير المعروفين في مصر كثيرا على الرغم من إنجازهم الضخم، وهي فكرة محترمة. آمل من المجلس الأعلى للثقافة أن يحافظ عليها وأن يستمر فيها وألا ينحرف بها إلى الاحتفاء بالشخصيات التي هي موجودة ومتاحة ومعروفة للجميع. دعونا نكتشف أبناء مصر من الذين لا يعرفهم المصريون كثيرا، لأنها فكرة لا أريد أن أقول مقدسة، هي بالفعل فكرة مقدسة. أما عن الدكتور محمود الشيخ، فلم أكن محظوظا مثل حظ الدكتور حسين محمود ولا حظ الدكتور زين عبد الهادي في أن تمتد علاقتي به لسنوات طويلة، يمكن عشان أنا صغير في دور ولادهم كلهم، لكن علاقتي به بدأت منذ عدة سنوات فقط، 5 أو 6 سنوات على أقصى تقدير، غير أن هذه السنوات الخمس استطعنا فيها أن نختزل مساحة كبيرة جدا من الزمن من جهة أولى، ومن التواصل الفكري من جهة ثانية، ومن طرح قضايا ثقافية شائكة ومزعجة. وعندما أقول شائكة لا أقصد القضايا السياسية فقط، ولكني أقصد القضايا الشائكة في العلم، لأن قضايا العلم لم تحل حتى الآن، وبخاصة مع التحولات التي طرأت على الثقافة العربية في العالم في الألفية الثالثة، وتحديدا في ثقافتنا العربية على وجه الخصوص. خلال هذه السنوات تقريبا استطعت أن أحيط علما بكل ما كتب الدكتور محمود الشيخ، وهو ما سيتضح الآن من خلال حديثي عنه، لأنني سأسعى إلى إعطاء بانوراما عن أعمال الدكتور محمود سالم الشيخ، وهي على النحو التالي. دعونا نستعرض الملف بشكل أفضل. أستاذ وائل، الملف كده شغال معانا؟ شغال يا دكتور، تمام، اتفضل يا فندم. طيب، دكتور محمود الشيخ يمكن تقسيم أعماله إلى ثلاث أقسام رئيسة: تحقيق النصوص، المؤلفات العربية، المؤلفات
إيطالية أو المؤلفات باللغة الإيطالية. فيما يتعلق بالمؤلفات العربية نبدأ بكتاب منهج تحقيق النصوص، وهو أحد الكتب المهمة التي تحدث عنها الدكتور زين عبد الهادي في عجالة سريعة، لأنه يعرض للمنهج الأنسب لتحقيق النصوص العربية، وقبل ذلك يتعرض لقضية مهمة وهي الخطأ الذي نتداوله جميعا في المصطلح المستخدم حتى كعنوان للمعاهد العربية، تحقيق المخطوطات. في هذا الكتاب يبدأ الدكتور محمود الشيخ بالتفريق بين علمي الكوديكولوجي والفيلولوجي. الكوديكولوجي العلم الذي سيختص بدراسة المخطوط من الجهة الفنية، من العمر، من الزمن، من نوع الورق المستخدم فيها. أما الفيلولوجي فهو العلم الذي سيهتم بتحقيق النصوص، ولذا هو يدعو إلى أن نعيد النظر في مصطلحنا المستخدم في العربية، وألا نقول تحقيق المخطوطات، ولا نقول تحقيق التراث، وإنما نقول تحقيق النصوص، لأن ما نفعله مع النص هو تحقيق له بصياغته على النحو المراد به قراءته، كما قالت كل الكتب التي سمت نفسها كتب تحقيق التراث. الكتاب الثاني تحقيق نصوص التراث العلمي العربي تأصيل منهجي، في هذا الكتاب يطرح على نحو أقوى المنهج الذي يناسبنا تماما، وهو ما أشار إليه الدكتور زين برضو سريعا، اللي هو منهج كارل لاخمان، والكتابان مطبوعان باللغة العربية ومتاحان في المكتبة العربية بشكل كبير. الكتاب الثالث هو ياقوت المستعصمي بين بغداد وفلورنسا. هذا الكتاب الحقيقة أنا بعتبره من الكتب العجيبة والمهمة أيضا في الآن نفسه. لماذا؟ لأننا نمتلك ثروة عظيمة في تراثنا العربي لا نستطيع استثمارها الآن، على الرغم من احتياج العالم الشديد إليها من جهة، وعلى الرغم من أن هذا الموروث نادر جدا ولا يوجد ولا يتكرر لدى كل ثقافات وشعوب العالم سوى لدينا فقط، وهو الخط العربي. لا أحد لديه فنون الخط سوانا، فلماذا لا نستثمر حتى الآن فنون الخط العربي لإعادة إنتاجها بمفهوم صناعة المحتوى المتعارف عليه عالمياً الآن، والذي ينتج المحتوى الواحد بأشكال متعددة، مرة فيديو ومرة أوديو ومرة في شكل لعبة ومرة في شكل جيمز ومرة في شكل أغنية ومرة في شكل وثيقة ومرة في شكل بوستر ومرة في شكل لوحات، ثم في أزياء، ثم في فنون، ثم آلاف العناصر التي طرحتها التكنولوجيا المعاصرة تحت مسمى صياغة المحتوى أو إنتاج المحتوى. هذه الصياغات عادة تداولتها دول العالم وشعوب العالم، جعلتها تبحث عن خصوصيات ما تمتلكه، أي ما يتحقق فيه الهوية، وسموها كده الصناعات الثقافية. الصناعات الثقافية هي الصناعات التي تعيد استثمار الموروث القديم الذي تتحقق فيه الهوية ولا يمتلكه أحد سواك. وده أصبح من سنة 1989 وحتى 1998 اليونسكو عملت قائمة وصنفت هذا التراث إلى مصنف ألف وبه وجيم. ألف ده شديد الخطر اللي هو يجب أن يتم حمايته، وبه وجيم وبيأتي تدرج، ودي قضية طويلة مش هنتكلم فيها، لكن هناخد منها ما فعله الدكتور محمود الشيخ في أنه جعل كتابا عن رحلة الخط العربي من الوطن العربي إلى فلورنسا، من بغداد إلى
مدينة فلورنسا وهي المخطوطات التي لا تزال محفوظة حتى الآن في مكتبات جامعة فلورنسا. هو أخرج هذه المخطوطات والصور للمنسوب بعضها إلى ياقوت المستعصمي وبعضها ليست له، ودرس ذلك في الكتاب مطبقا عليها منهج علمي، والكتاب صادر في مصر أيضا في الهيئة المصرية العامة للكتاب. يأتي الكتاب التالي وهو هذه، أنا أتحدث عن المؤلفات بالعربية، كتاب ذكريات متناثرة، وأحسب أن الدكتور عبد الرحيم الكردي سيتحدث عنه، لذا لن أتوقف عنه عنده طويلا. من المؤلفات بالعربية ما كان يتحدث عنه الدكتور زين عبد الهادي منذ قليل، وهو الكتاب الذي يصدر هذه الأيام عن دار المعارف بين طه حسين وجوزيف بيديه، الجديد في الشعر الجاهلي. وبالمناسبة دكتور زين الغلاف مش عاجبنا وهنغيره، عشان بس يعني أنا عارف أنه عاجبك بس هو أيوة يا محمود، أيوة قول له أنه مش عاجبنا، شكله كده سوفيتي كده. الكتاب الأخير بالمناسبة وهو كتاب تحت الطبع لم يصدر حتى الآن، مفترض أنه خلال أيام يصدر، أهم شعراء الطليان في القرن العشرين، وسيصدر أيضا هذا الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويتناول كما هو واضح من عنوانه شعراء إيطاليا في القرن العشرين أو أهم شعراء إيطاليا. وإحنا عارفين أن الدراسات عادة مثل هذه الدراسات عادة ما نكون في حاجة إليها، اللي هي الدراسات اللي بتقدم بانوراما تجعلك تقرأ أو تعرف خارطة هذا النوع من الأدب في أي ثقافة أو في أي دولة. وما أحوجنا نحن العرب إلى أن نصنع كتباً من هذه النوعية. بالمناسبة الدولة الوحيدة المتقدمة في ذلك اللي بتعمل معاجم شعراء ومعاجم أدباء ومعاجم نقاد كانت هي دولة العراق، أعادها الله إلى ما كانت عليه من ازدهار فكري. العراق نجد لديها عشرات المعاجم، معجم شعراء الغري، معجم شعراء الحلة، شعراء العراق في القرن الـ18، شعراء العراق في القرن الـ20 وما إلى ذلك. نحن في مصر أعتقد أن هذا المجال بالنسبة لنا مجال فقير جدا ويحتاج منا إلى مزيد من الاهتمام. وهذا الكتاب ربما من الكتب المهمة في مجالها، لأنها ستوقفنا على خارطة الشعر في إيطاليا طوال القرن العشرين. نأتي بعد ذلك إلى مؤلفات محمود سالم الشيخ باللغة الإيطالية، ويمكن تقسيمها إلى 6 أقسام على أدنى تقدير. في مجال الشعر يوجد 14 ديوان في الشعر، هنستعرض بعض عناوينهم بعد قليل. في مجال القانون هو تحدث بنفسه عن مجال القانون وظلم نفسه لأنه توقف عند هذه المسألة ولم يذكر بقية الأعمال الأخرى التي أتحدث عنها الآن، فتصور المتلقي والمستمع أنه مهتم بالقانون والطب فقط، لأن هناك تصنيفات أخرى فيها عناوين كثيرة كما سيتضح معنا. في مجال الطب بدأ من كتاب تحقيق كتاب الزهراوي كما تحدث عنه هو، وانتهى بالمنصور في الطب الذي سنتحدث عنه بعد قليل. نأتي إلى مجال تاريخ اللغة، له فيه عدد من المؤلفات لتحقيق كل اللهجات تقريبا، ولم يترك تقريبا لهجة فرعية في إيطاليا إلا وتحدث عنها. الطب تحدثنا عنه. ثم يأتي ما يخص دانتي أليجري ودراسات ونقد تاريخي وفلسفي وشعري منذ 1971 وحتى الآن. كتاب المنصوري في الطب هو تحقيق للنص الإيطالي في كل مخطوطاته المترجمة عن اللاتينية واللاتينية المترجمة عن العربية، علما بأن المخطوطات اللاتينية المترجمة عن العربية مخطوط مفقود، وكما تحدث هو منذ قليل أنه يبحث عن هذا النص الذي وجد عنه معلومات وعرف أنه يعود إلى المغرب العربي لكنه لم يعثر عليه، وإن كان استطاع أن يدرس 27 مخطوطة العربية ويقارن بينها وبين المخطوطات اللاتينية.
هناك كتاب صدر في عام 2017 تحديدا عن دار الكتب والوثائق القومية بعنوان مصحف بجانيني. هذا المصحف عجيب جدا لأنه طبع في سنة 1538 تقريبا للناشر بجانيني، وهو أهم ناشر في إيطاليا في هذه المرحلة، وطبع طبعة عربية لكنها مليئة بالأخطاء. ولذا عاد الدكتور محمود الشيخ دراسة هذا المصحف مرة أخرى، وأسماه مصحف بجانيني بين تخمينات الماضي وأخطاء الحاضر، وصورة الغلاف مأخوذة من صورة داخلية في هذا المصحف، وواضح فيها الكلمات اللي عليها دوائر هي كلمات فيها خطأ، ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكلمة التي تلي ليست لا ريب فيها ولا ريب فيه، وإنما فيها خطأ كما هو واضح. وهكذا الأمر، قرأ ودرس الدكتور الشيخ هذا الكتاب، والكتاب متوفر في هذا غلاف الكتاب الذي اختلفنا أنا وهو في عنوانه، كلمات عربية مقنعة، لأنه يرصد فيه ما يزيد عن 700 كلمة إيطالية تعود إلى أصل عربي، كلمات لا تزال مستخدمة في اللغة العربية حتى الآن في الحقول العلمية وفي الشارع أيضا، وهذه الكلمات تعود إلى اللغة الإيطالية، تعود إلى اللغة العربية. وكما هو معروف طبعا هناك علاقات قديمة بين الثقافة العربية والثقافة الرومانسية بشكل عام، اللغات الرومانسية كلها، وهو ما تحدث عنه الدكتور حسين محمود منذ قليل. فيما يتعلق بمؤلفات وتحقيق ودراسات باللغة الإيطالية، القائمة طويلة بالفعل، لكن يمكن أن نأخذ منها هذا الكتاب الطب العربي، وهو كتاب عن تاريخ الطب العربي في العصرين الأموي والعباسي على وجه الخصوص، وكتاب على ضفتي المتوسط. وهذا الكتاب بالمناسبة له حكاية لطيفة، لأنه عبارة عن أعمال مؤتمر تم بين جامعة فلورنسا والجامعات المصرية، ومعظم الجامعات المصرية شاركت فيه وأقيم هنا في مصر، وصدر الكتاب بالإيطالية ولم يصدر باللغة العربية. كده دكتور محمود، في طوع عليه للغة العربية ولا ما فيش؟ الزملاء المصريين ما ادوناش الأبحاث بتاعتهم. طيب معلش نخليهم يدوها لك كالعادة. رغم التليفونات اللي أنا عملتها. كان يتحدث الدكتور الشيخ منذ قليل عن اهتمامه بالدساتير الإيطالية ودراستها، اللي هو مخطوطات الدساتير الإيطالية التي تعود إلى 1200 ميلادية، 1200 ثم صعودا إلى ما بعد ذلك. فمنها كتاب أحكام جزيرة ليو ماتزورو، هم طبعا الطليان دول انا ليهم طريقه نطق انا ما اعرفهاش، الدكتور حسين محمود صحح لنا بقى اذا كنا بنتكلم غلط. هذا الكتاب ايضا بعنوان المصطلحات العربيه الوارده في كتاب المنصوري في الطب، المخطوط اللي هو الكتاب المخطوط في المكتبه اللورنسيه في ايطاليا. ثم كتاب دروس في الثقافة والحضارة الإسلامية، وده تأليف للدكتور محمود الشيخ في جزئين، لأنه كان يدرس هذه المحاضرات وكان يلقي بعضها في الإذاعة والتلفزيون كما كان يتحدث، وجمع هذه الدروس عن الثقافة والحضارة الإسلامية العربية في جزئين وصدرت بالإيطالية، ونأمل أن تصدر منها نسخة باللغة العربية ذات يوم. هذا الكتاب عجيب، هو مخطوط عن المياه، اسمه مياه بوريتا أو حمامات بوريتا، وهو كتاب في الطب يتحدث عن مسألة العلاج بالمياه والحمامات، وإحنا عارفين أن الفكرة دي أصلا ظهرت
كفكرة طبية في الثقافة العربية والإسلامية، وتحديدا في عهد أبي جعفر المنصور. إحنا درسين ده في تراثنا العربي، وعارفين إن الفرس كان ليهم اهتمام شديد جدا، وإنهم أول ناس قدروا يستفيدوا من العلاقات الصينية في هذه المرحلة، ويعملوا أول شبكة حمامات في مدينة، أول شبكة صرف صحي بمفهومنا المعاصر، أول شبكة صرف صحي اتعملت في هذه المرحلة. الحمامات اللي احنا عارفينها في مصر ولا يزال بعضها موجود حتى الآن، حمام الملاطيلي وحمام التلات والحمام الحوض المرصود وخلافه، كحمامات استشفاء. يدرس الدكتور الشيخ في هذا الكتاب العلاقة بين مخطوط بوريتا وبين استفادته من مخطوطات العربية الإسلامية القديمة المأخوذة عن الطب العربي القديم. وهذا المخطوط أيضا نتمنى له أن يترجم من الإيطالية، اللي هو الكتاب يترجم من الإيطالية إلى العربية. كتاب كانزونيري ده ديوان شعر نيكولو دو روسي، وزي ما كان بيتكلم الدكتور الشيخ ده كان شاعر معاصر لدانتي أليجيري، والدكتور الشيخ كان شيك في الحديث عن أستاذه كونتي، وهو بيقول يعني أنه كلفني بموضوع صعب شوية. هو الحقيقة أن الأستاذ أراد أن يضع تلميذه اللي هو كان الدكتور الشيخ وقتها في تحدي حقيقي، فأعطاه تحقيق ديوان للتحقيق والدراسة اللي هو نيكولو دو روسي، وهو يعلم أن الإيطاليين أنفسهم سيرفضون أخذ هذا الموضوع. الدكتور الشيخ خده وقتها هو ما يعرفش المصايب اللي موجودة وراه، لأنه أولا يعود إلى لغات قديمة من جهة أخرى لغات محلية، عمل زي كده لما حد يجي بعد 200 سنة يدرس شعر عبد الرحمن الأبنودي عندنا، فيلاقي إن في مصطلحات مكتوبة باللهجة الصعيدية اللي هو دلوقتي إحنا ما بقتش الناس عارفاها كويس، وبالتالي بعد 200 سنة هيبقى كمان في تعتيم أكتر، وهتبقى في مشاكل أكتر في تركيب الجمل وغيره وغيره. وبالتالي أنا بجيب مثال بس على اللي حصل معاك وقتها، لأن أنت لما حكيت الحكاية بدأت يعني أقيس في ذهني على ما سيحدث معنا مستقبلا عن الشعر المكتوب باللهجات الإقليمية والمحلية. والتشبيه بليغ والله، تشبيه بليغ، هو بالظبط كده يا محمود. انا اصل احنا اتكلمنا كتير، يمكن انت مش متذكر، اتكلمنا كتير عن ازاي تعمل رساله علميه تاخد بها درجه وانت محطوط في هذا المأزق، وازاي تطلع منه. لكن الحقيقه الدكتور الشيخ قال لي حاجه مهمه قوي، قال لي هذا المأزق هو الذي جعلني اتقن الصنعه. وبالمناسبة كلمة الصنعة دي كلمة موجودة من أيام ابن سلام الجمح يا دكتور زين. طبعاً طبعاً طبعاً. صناعتين لأبي هلال العسكري، كان بيعتبر طبعاً الشعر صناعة والنثر صناعة. وعبد الرحمن بن خلدون نفسه في المقدمة بيتكلم عن الكتابة على إنها صنعة. صنعة. والخط بيعتبره صنعة، يعني طول الوقت هو بيتكلم عن صنائع الكتاب وصنائع والحقيقة احنا لو النهاردة طبقنا مفهوم الصنعة على الكتابة الإبداعية والكتابة الفنية وعلى عملنا العلمي، وبقينا معنيين بتخريج صنايعية مش متعلمين، اعتقد ان احنا ممكن نحقق انجاز افضل، لان الصنعة هي الاهم من اي شيء اخر. ده رأي الشخص. هو صنعة وصنيع الإنسان نفسه، يعني الخلق والوجود هي صنع. طب يا أستاذنا ليه بس لما بنيجي الخريجين كلهم محدش فيهم في إيده أي صنع؟ لا يعني ممكن أقول، بس هو مش موضوعنا، لكن الحقيقة الخريجين عندنا عندهم صنع أفضل بكتير جدا من الخريجين في الجامعات العالمية، على الأقل اللي أنا شفتها ودرست فيها أو كان لي علاقة مباشرة بيها. الخريجين المصريين على مستوى كفاءة عالي جدا، لكن احنا بنغزل برجل حمار، احنا ما عندناش. انا متفق مع سعادتك يا دكتور حسين، لكن ايضا عندي مشكلة متعلقة بانه
ياما بنناقش رسائل ماجستير ودكتوراه، وياما بندرس الطلاب، وبقينا وصلنا الى ان احنا بنعتذر عن الاشراف من كثره ما تجد عدم توفر المهارات الاساسيه للبحث العلمي للطلاب، واحنا عارفين هذا الكلام بشكل يعني واضح وكلنا بنعاني منه. الحقيقه وانا معاك جدا في الطلاب الشطار. الطلاب الشطار في مصر يا دكتور محمود للاسف هو الطلاب اللي تعودوا على طريقه التلقين والحفيظه، اللي بياخد المناهج ويتقيأها في ورقة الامتحان وياخد فيها الدرجة النهائية ويبقى ينضم إلى كتيبة أعضاء التدريس، لكن مش هم ده النموذج اللي أنا بحكي عنه. النموذج اللي بحكي عنه هو محمود سالم الشيخ. طيب أنا خلاص قربت أخلص على فكرة تقريبا، يعني أنا كده وصلت للنهاية. آخر حاجة أسطورة سام يا فندم، حاجة لطيفة، محمود سالم الشيخ كلية الآداب جامعة عين شمس اللي كانت موجودة في شبرا، ما كانتش موجودة في عين شمس، وهو ما كانش منغلق، كان ساكن في شارع الأهواني، وله ذكريات هتلاقيها في الكتاب المنشور قريب اللي انت ذكرياتي عنه. ما كانش طالب منغلق، كان طالب مشاغب، لكنه صحيح. عندما ذهب إلى إيطاليا تفوق على الإيطاليين. الحقيقة أنا خلاص كده بنهي بحديث عن كتاب أخير، وهو طبعا ليس الكتاب الأخير في قائمته لأن قائمته طويلة وممتدة. أنا أخذت سيليكشنز بس، نماذج من الحقول التي تحدثت عنها في البداية، للشعر واللغة والطب والقانون وقانون والدساتير، ودانتي أليجريدا لوحده في عليه دراسات متعددة، ده حاجة كده على جنب لوحده، لكن سأتوقف عند هذا الحد اللي هو أسطورة سان توربي في الشعر والنثر، وهو مخطوط قديم اكتشفه الدكتور محمود الشيخ هو بنفسه، وده بيعود للقرن الاثناشر، القرن الثاني عشر الميلادي، ومكتوب مرتين، مرة بالشعر ومرة بالنثر، وحققه الدكتور محمود الشيخ وكتب عنه عدة دراسات أيضا. الحقيقة أنا بشكره على هذا المجهود الضخم، وكم أتمنى أن تكون هناك مؤسسة تتبنى ترجمة أعماله من الإيطالية إلى العربية، لأن مؤلفاته العربية على الرغم من كثرتها لكن لا تشمل كل ما ألفه باللغة الإيطالية، ونأمل أن يتحقق هذا الحلم ذات يوم. شكرا لكم، وأعيد إليك الميكروفون دكتور عبد الرحيم. دكتور عبد الرحيم، دكتور عبد الرحيم، دكتور عبد الرحيم، دكتور محمود تفضل يا فندم. ايوه يا استاذ وائل، حضرتك معانا يا فندم. هكذا تبين من خلال ايوه يا استاذ وائل تفضل يا دكتور. استاذ وائل سامعني؟ سامع حضرتك، اتفضل يا دكتور. ايوه اتفضل، هكذا يتبين. نعم سامعني دكتور؟ ايوه اتفضل. سامع حضرتك، اتفضل يا دكتور. هكذا يتبين ان الدكتور محمود الشيخ متعدد الجوانب، وكل جانب من جوانبه تحتاج الى مؤتمر كبير والى نقاشات علميه موسعه. ويعني اشكر الاساتذه الكرام الدكتور حسين والدكتور زين والدكتور محمود الضبع على هذه الاطلاله وعلى هذه الاضاءه، لكن ان شاء الله نهيب بالمؤسسات الثقافيه في مصر وعلى راسها المجلس الاعلى للثقافه ان يتبنى التعريف بل وشرح ومناقشه امثال هذه المشروعات العلميه والثقافيه. والآن يا أستاذ وائل نفتح المجال للأساتذة المشاركين. أستأذن على حضرتك، في عندنا أستاذنا دكتور عبد الحميد مدكور طالب الكلمة، وفي الدكتورة عبير السيد طالبة الكلمة. نستأذن حضرتك نبدأ بأستاذنا دكتور عبد الحميد مدكور وناخد الكلمات كلها، وبعد كده عشان أستاذنا محمود الشيخ يحب يعقب تعقيب نهائي على الكلمات. دكتور عبد الحميد مدكور، اتفضل.
تفضل يا دكتور عبد الحميد. تفضل يا دكتور عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبارك الله فيكم، وحيا من يعني هذه الفكرة أن نحتفل بأبنائنا أبناء الثقافة العربية المصرية المسافرين إلى الخارج، والذين هم معروفون في لغاتهم وفي البلاد التي، ولكن شبابنا بل علماءنا، وينبغي أن نقول هذا. دكتور مدكور، الصوت مش واضح. طب انا استاذن حضرتك، يبدو ان في مشكله في الصوت عند دكتور عبد الحميد مدكور، لان السيجنال بيظهر عندي السيجنال ضعيف، فممكن ناخد دكتور عبير السيد، وبرضه في عندنا بعدها دكتور نبيل المحيش من السعوديه. اتفضلي دكتور عبير. اسعد الله مساءكم اساتذتي الفاضل، تحيه لهذه الكوكبه الكبيره من العلماء، وهذا التجمع الذي ان دل على شيء فإنه يدل على أن الثقافة العربية بخير، وأن مصر ما زالت معطاءة وما زالت بخير. الحقيقة لن أنا سمع صوت اسمحوا لي أن أنا أكمل حديثي لو سمحت. اتفضل يا دكتور. اتفضل دكتور مدكور. يعني لم يقدم لنا عن نفسه إلا رؤوس موضوعات وإلا ملخصات شديدة لا تعرفنا تعريفا وافيا بجوانب هذه الشخصية العلمية الثرة والثرية المتعددة. وكان مما ركز عليه الجانب المتعلق بالطب واهتمامه بالمنصوري وغيره من الكتب التي ظهرت فيما يتعلق بالجانب الطبي في الدولة الأموية والدولة العباسية إلى آخره. ولكني طبعا أشكر شكرا جزيلا جدا الأساتذة الدكتور حسين محمود والأستاذ الدكتور زين والأستاذ الدكتور محمود الضبع، الذي أرجو أن يكون بحثه مطول لكي، وطبعا كل البحوث التي قدمت الثلاثة يتنافسون في تعريفنا بجوانب من هذه الشخصية العميقة ذات التراث وذات الفكر الكبير جدا المتعلق ب يعني ما أنتجته هذه الشخصية العلمية الكبيرة. لدي سؤال أو رغبة في أن يحدثنا الدكتور محمود ولو في التعليق عن تأثير الفكر العربي في الفكر الإيطالي في العصور الوسطى، خصوصا أنه كان على صلة بدانتي، ويعني كتبه عن الكوميديا الإلهية في أجزائها يعني الجحيم والمطهر والفردوس إلى آخره. فأرجو أن يكون لهذه المسألة يعني جزء من التعقيب. لدي مناقشة مع الدكتور زين الذي قال إنه لم يكن لدينا منهج في تحقيق النصوص، وأحب يعني ونحن ننصف الأستاذ الدكتور محمود الشيخ النصوص وعن منهج تحقيق النصوص ألا نغمط الذين انشغلوا بهذا الأمر في ثقافتنا العربية، وقد كتبت كتب باللغة العربية وكتب مترجمة عن اللغات الأجنبية في اللغة الألمانية وغيرها، وانشغل بذلك أعلام أو ثامخ من المحققين سواء كانوا من العرب أم كانوا من المستشرقين. فأرجو أن ألا نغمط الآخرين حقهم، ونحن نسعى إلى إنصاف الأستاذ الدكتور محمود. وأيضا أناقش الأستاذ الدكتور زين في أن يقول إن المنهج لعنة، وأنا أقول إن المنهج نور وهداية، لأنه يحدد للباحث ما الذي يريد أن يكتبه في يعني منهج في بحث علمي مستكمل العناصر واضح الرؤية له مقاصد محددة يصل إلى مراده عن طريق الأدلة والبراهين والتطور الطبيعي. فأيضا هذا يعني الأمر يعني أنا أناقشه فيه، ثم أناقشه كذلك في الكلام عن منهج الشك ديكارتي الذي تعلمه طه حسين وهو موجود في فرنسا، والأساتذة المتخصصون في الفلسفة ومنهم الأستاذ محمود الخضيري وهو أستاذ كبير جدا في كلية الآداب جامعة القاهرة، قال إننا تعلمنا منهج الشك الديكارتي من طه حسين
ولم نتعلمه من المختصين في الفلسفة في ذلك الوقت القديم، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي وفي أربعينيات القرن الماضي، يعني هم تعلموا هذا. والعقلية العبقرية يمكن أن تنقل المنهج من سياقه إلى سياق آخر، مثلما يستخدم طبيب من أطباء أو صيدلي من الصيادلة دواء لعلاج مرض معين فيخرجه من نطاق هذا المرض إلى أن يستخدم علاجا في نطاق آخر. ففي الحقيقة من طبعا طه حسين لا يتبرأ من منهج الشك، وقد كتب هذا في النقد في نقد الجاهل، نقد الشعر الجاهلي، وتحدث حديثا واضحا جدا في الشك في بعض الروايات، ولم تكن القضية مما اشتغل به طه حسين أول مرة، لأن القضية كانت موجودة في الاستشراق الإنجليزي أيضا وفي الدراسات الإنجليزية، ولدينا كتابات تتبعت هذه الأبحاث في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية. عندنا الدكتور ناصر الدين الأسد وهو عضو كبير جدا ونتكلم عن في ضخم جدا مشهور في دار المعارف مصر، يعني ليس مشهورة في سوريا أو في غيرها. فيعني أرجو ونحن ننصف يعني الأستاذ الدكتور محمود، ونرى أنه يعني دائرة معارف متكاملة في هذه الجوانب المتعددة التي يحتاج كل منها إلى ليلة كهذه الليلة على الأقل، إن لم يكن مؤتمر كما قال الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي، لكي نتعرف على كتاباته عن ذاته، كي نتحدث عن كتابته عن مواقفه التي تحدث عنها الدكتور حسين في دفاعه عن الإسلام ودفاعه عن العروبة، وعلاقته بالدكتور جعفر عبد السلام، وأنا أعرف الدكتور جعفر عبد السلام شخصيا وأعرف جهوده في هذه المجالات، وأعرف ما الذي كتبه يعني الدكتور محمود من الجديد في تحقيق النصوص، وأنه فقيه لغوي وأنه جوائز. هذا كله في الحقيقة نشكر الذين قدموه إلينا هذه الليلة، لأنهم عرفونا بشخصية تستحق العناية الكبرى في التعرف على هذا الرجل الكبير. ونشكر الدكتور عبد الرحيم لأنه هو الذي اقترح هذا الاسم، ويعني ما زلنا في شوق إلى أن نتعرف الكثير عن هذه الشخصية الموسوعية المتعددة الجوانب التي رأينا نماذج من إنتاجها العلمي في هذه الليلة الطيبة التي تخفف من حرارة هذا الجو الذي نعيش فيه، لكي يعني نسهم بأنفسنا في التعرف على هذه الشخصيات الكبيرة. شكرا دكتور عبد الرحيم، وشكرا للأستاذ المحاضر، وشكرا للثلاثة الذين قدموا لنا والله ما تعلمناه على أيديهم، نشكرهم شكرا كبيرا على هذا الجهد العلمي في تقديم هذه الشخصية الكبيرة. شكرا يا دكتور عبد الحميد على هذه المداخلة، وننتقل للدكتور عدير. كلمة دكتور حاضر، بس الدكتور عدير والدكتور نبيل محيش وحضرتك الدكتور محمد بعد إن شاء الله. دكتور عدير اتفضل. والله أنا أفضل أن الأساتذة يتحدثوا قبلي، يعني دكتور نبيل والأساتذة. مداخلتي هي فقط 3 دقائق وسؤال يعني سريعا. هذا كرم منك طبعا، هم أساتذتي وهم أولى بالمدخلة قبلي فليتفضلوا يعني. طيب الدكتور نبيل معنا؟ اي نعم معكم. تفضل دكتور نبيل شرف. أنا أفضل أن دكتورة عبير تتكلم لأنها من فلورنسا فهي مصرية فهي تدلي بشيئين. أنا أفضل أن حضراتكم تبدأوا الحديث لأن إحنا قدامنا شوية صغيرين. طيب أولا شكر جزيل لأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي على هذه المبادرة الرائعة في الاحتفاء والتكريم الدكتور محمود الشيخ وبقية أعلامنا الكبار. والأمر الآخر أيضا أحيي أستاذنا أستاذ الكبير أستاذ الدكتور محمود الشيخ، ويعني سعيد جدا يعني أن ألتقيه ولو في فضاء الإنترنت. هناك سؤال طبعا بالنسبة للأستاذ الدكتور محمود الشيخ حول كتابك ذكريات متناثرة، هل هي سيرة ذاتية بالنسبة إليك
أو أننا ننتظر منك كتابة سيرتك وتجربتك الطويلة والعريضة لتستفيد منها الأجيال؟ إذا كان هذا الكتاب هو سيرة وعرض لتجربتك، وإلا فيعني أنا أتمنى أن تسجل هذه التجربة وتكتبها، لأن كتابة التجربة وكتابة السيرة الذاتية مهمة جدا ولا يعني تقل في أهميتها بالنسبة لمن وصل إلى مكانة مرموقة من بقية كتب، بل قد تكون هي أفضل كتب لأنها نتاج حياة، نتاج حياة. وأيضا نحن ندرسها، أنا أدرس لطلابي هذه السير ويعني ألزمهم بقراءتها، يعني وقراءة سير العظماء هؤلاء، لأن فيها فوائد كثيرة جدا بالنسبة لهم. السؤال الآخر وجهه الدكتور زين حول مسألة طه حسين وجوزيف تيتي، ويعني الكتاب ما أدري إذا كان قد خرج أو لا، لكنه يعني يعيدنا إلى يعني قضية مهمة جدا. وإذا كان يعني ما تشير إليه يعني من لقاءات الدكتور طه حسين مع ديدي، فهذا يعني مؤشر قوي إلى أننا ينبغي أن نعيد أيضا كثيرا في من آرائنا حول يعني الأصول التي استقى منها الدكتور طه حسين أفكاره وآراءه، غير ما درسناه وما كتب في هذه القضية. أنا سعيد جدا بحضور هذه الليلة، والتحية لكم وللدكتور حسين وللدكتور محمود ولكم جميعا، وطابت ليلتكم. شكرا يا دكتور نبيل، شكرا يا دكتور نبيل. وسوف يتولى الدكتور محمود طبعا الإجابة على هذه الأسئلة في نهاية هذه الحلقة. وننتقل للدكتور محمد علي سلامة. تفضل دكتور محمد. دكتور محمد بس علي، يعني أنا بس واضح يا دكتور محمد، صوت دكتور سلامة حضرتك معانا يا فندم. أنبه بس إلى نقطتين مهمة. الأولى أن تكرر محمد أيوة نسمعك يا دكتور، وأنتم مش سامعيني ولا إيه؟ تفضل من الأول يا دكتور سلامة بعد إذن سيادتك. طيب أنا لي ثلاث ملاحظات بس صغيرة. أول ملاحظة عن أستاذنا الدكتور محمود الشيخ اللي شرفنا به النهاردة، وأنا من المتحمسين. وأنا فعلا من المتحمسين والمناتين دائما، وكنت في الجامعة وفي كل وقت أقول لدينا رموز في أماكن أخرى نريد أن ننقل تجربتها إلى طلابنا حتى يعرفوا. يعني الشكر للمجلس الأعلى. الصوت اختفى يا دكتور محمد. دكتور محمد دكتور محمد فزوائل سمع. أنا سامعك يا دكتور، بس هو دكتور محمد مش سامعني. هذه تجربة، يعني هم مش سامعين ولا أنت سامعني يا أستاذ وائل؟ أنا سامع حضرتك بس لو سمعت. مش سامعني ولا لا كده حضرتك؟ تمام، يعني يا ريت ما تحركش الموبايل بس، لأن يبدو أن في مشكلة في السيجنال عند حضرتك. اتفضل مباشرة يا دكتور سلامة، اتفضل يا فندم. طيب الحاجة الثانية أخويا ابن سلام، ابنه اسمه ابن سلام الجمح مش الجمح، عشان بس اللي هيسمعونا ما ينقف كثيرا. هو أراد أن يشيد بتجربة الدكتور محمود في التحقيق،
وأنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور عبد الحميد مذكور في أن إذا كنا نشيد بالتجربة محمود في التحقيق الحقيقة لا يجب سلام هارون ومحمود صلاحي محمود صديق بديعة جدا عن أكتاب الشعر فارسي قدم مقدمة من 100 في مسألة التحقيق. ولذلك أنا بقول يعني نحن نشيد بالتجربة. دكتور سلامة، دكتور سلامة معلش أنا آسف، دكتور سلامة الكلام مش واضح خالص، هستأذن حضرتك لو في سؤال ممكن حضرتك تكتبه في الشات وإحنا بنقول للدكتور. دكتور سلامة دكتور سلامة تليفون خالص والله يا استاذ. لا هي معلش مشكلة سيجنال معلش غصب عننا، استاذن حضرتك لو في سؤال ممكن حضرتك تكتبه على الشات في رسالة الشات تحت وهو هيشوفه دكتور محمود ويرد عليه، لأن مفيش يعني الكلام اللي سيادتك تفضلت بيه للأسف هو ما وصلش خالص. دكتور كوردي حضرتك نفتح الصوت يا دكتور كوردي من عند حضرتك دلوقتي سمعني؟ لا يا فندم هو مش كده، اول ما حضرتك بتبدا. ايوه دكتور محمد سمعني كده؟ لا يعني معلش معلش بس عشان وقتنا يا دكتور سلام للاسف الكلام كله اللي فات ما كانش واضح، فلو في سؤال محدد لاستاذنا دكتور محمود الشيخ ممكن حضرتك تكتبه في الشات تحت وهو هيشوفه وهيرد عليه. يعني معقولة الكلام اللي أنا قلته كله ده ما وصلتش؟ معقول؟ أعتقد دكتور الشيخ لو سمع جايز هو يسمع من عنده. لا أنا ما سمعتش حاجة خالص. لا للأسف مش واضح كل الصوت بيقطع. ما سمعتش حاجة خالص. دكتور عبد الرحيم الكردي. دكتور عبد الرحيم الكردي عبير وبعدين تحل فيها اي ملاحظه وبعدين ننتهي بالدكتور محمود. طيب. ايوه اتفضل يا استاذ وائل. اتفضل يا دكتور عبير. سامعني؟ يعني دكتور عبير هتتفضل ودكتور سلامة. طيب انا في عجاله حتى اترك الميكروفون للاساتذه. انا سعيده جدا لان اشارك اليوم في الترحيب باستاذي البروفيسور سالم الشيخ وان القي نظره على الجانب الإنساني لأستاذي الذي أعتبر نفسي من أكثر الناس حظاً لأني أعيش في نفس المدينة وأدرس في نفس الجامعة وأعمل في نفس الحيز الذي يعيش فيه الأستاذ، جامعة فلورنسا العريقة التي تزدان باسم دكتور سالم الشيخ. أعرف الأستاذ وأعرف مكتبه الراقي المهيب الموجود في مبنى جينو كابوني 9 والذي أهدته له جامعة فلورنسا ليحمل اسم سالم الشيخ مدى الحياة وليس فقط ولكن على مر العصور. وطبعا الأستاذ هنا غني عن التعريف جدا، كلما ذهبت إلى مكان وعرفوا إن أنا مصرية بتأتيني فورا الاستجابة هل تعرفي الدكتور سالم الشيخ؟ طبعا نعرف الدكتور وهو أستاذنا. أعمال الدكتور العلمية موجودة بمكتبات لورنسيانا وميديشي وأكاديمية لاكروسكا وبرونيليسكي والجميل أنني عندما ذهبت أبحث عن بحث لنجيب محفوظ لم أجد إلا العمل الوحيد الذي قدمه دكتور سالم الشيخ وبيحتفظ به في أكاديمية لاكروسكا. طبعا دكتور سالم الشيخ تسيد اللغة الإيطالية وأصبح فقيها فيها
حتى سمي بفقيه اللغة الإيطالية واللغة الرومانسية. أغلق هذه المقدمة وفي عجالة أتحدث عن أسئلتي. أنا قرأت للدكتور كتاب على ضفتي المتوسط، وهو كتاب يتحدث عن الجيل الثاني والشباب، وكلنا هنا في فلورنسا وفي الجامعة من طلبة ودارسين نعرف أن الدكتور هو أول من مد يد المساعدة للشباب من العرب ويسر لهم المنح والدراسات، وخاصة الشباب من سوريا، وهذا معروف عن الأستاذ. الآن فقط سأتحدث عن اللؤلؤة الأخيرة الصادرة باللغة العربية تحت اسم ذكريات متناثرة، وهو العمل، أعتقد أنه العمل الأدبي الوحيد للدكتور. هذه اللؤلؤة التي أسماها دكتور زين في مقدمته موسوعة المسكوت عنه في عالم الثقافة والوجه الآخر لمهاجر، ذكريات متناثرة قرأتها كاملة وبدت لي عالم عجيب غريب، العالمين يتقاطعان معا، ليس فقط الشرق بسحره وريفه وبساطته وعفويته، ولكن الغرب ببريقه وحضارته الكبيرة. السؤال الأول، الدكتور حضرتك بدأت السيرة الذاتية بالضمير الثالث، هو يعني أي حد بيبدأ يقرأ في الصفحات الأولى سيجد هو هو هو. طبعاً احنا شفنا ده في السيرة الذاتية لطه حسين، ولكن طه حسين أكمل على هذا المنوال، ولكن حضرتك بمجرد ما بدأت في القراءة وجدت أن في الفصل الأول على طول تحول السارد إلى الضمير الأول، كنت ذهبت، وهذا إقرار بأنها سيرة ذاتية خالصة لدكتور محمود الشيخ. السؤال، لما حضرتك بدأت بضمير هو، هل يعني وكأنك بتتحدث عن شخص آخر، شخص تحاول الوصول إليه، هل كان الهدف، هل هناك هدف محدد من ذلك؟ وهل حضرتك ما زلت تبحث عن الدكتور محمود الشيخ بين إيطاليا وبين مصر؟ ده سؤال. طبعا في عجالة لفت نظري في بداية الفصل الأول أن الدكتور بدأ بأربع أعمدة أساسية للحكي. أول حاجة الزوجة، وتناولها في قصة حلوة وغندورة. العمود الثاني، وكان الأم الوالدة، وتحدث عنها الدكتور دائما باسم العجوز العجوز العجوز. ثالث عمود، وكان الصديق، وحضرتك دائما بتبدأ إهداءات في أغلب كتبك بالإهداء للدكتور جعفر عبد السلام. والعمود الرابع الذي لاحظته من الفصل الأول كان القرية والوطن. إذن حضرتك حددت الزوجة والأم والوطن والصديق، وهم محاور هامة جدا بدأ بهم العمل، واستمر بعد ذلك الحكي يأخذ فضاء واسعا ودوائر عريضة وخرائط ذهنية، خرائط ذهنية كبيرة مثل التي رأيناها في أعمال الدكتور نجيب محفوظ. ويعني مثلا على سبيل المثال، حضرتك بتتكلم عن الفيوم، ثم فجأة نجد أنفسنا وصلنا إلى شبرا، ومن شبرا إلى الإسكندرية، واللغة كانت لها معالم كبيرة جدا. يعني اللغة لوحدها تحتاج دراسات كبيرة، لأن اللغة تنوعت ما بين لغة عليا، لغة فصحى عالية جدا، كان الدكتور بيتحدث مثلا عن الآثار الإغريقية والرومانية والمصطلحات العلمية، ثم فجأة نجد اللغة المتوسطة، ثم اللغة المنخفضة جدا اللي هي لغة البسيط والبسطاء في القرية. ده غير بقى الكلمات العجيبة الغريبة التي يعني لا أفهم بعضها، زي مثلا الحجلة والزار والدقة، يعني اللغة معجم كبير جدا داخل هذه المجموعة. هذا العالم الغرائبي المذهل.
اللي ممكن أستطيع أن أتكلم عنه ساعات وساعات لأني قرأته وتأثرت به جدا. السؤال بقى، لماذا اختار أستاذي الدكتور سالم الشيخ أن يكتب سيرته الذاتية باللغة العربية؟ لماذا لم تكن مثلا باللغة الإيطالية التي تجيدها وحضرتك فقيه اللغة الإيطالية، مع وضع خط تحت اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية ومضمون الكتاب نفسه، اللغة العربية بالنسبة لي جعلت حيز، يعني ضيقت حيز انتشار هذا الكتاب، يعني لم تترك له فضاء واسع ليحلق فيه، كان سيحلق فيه لو كانت هذه السيرة الذاتية باللغة الإيطالية أو باللغة اللاتينية، كان الغرب سيتقبلها بشكل كبير جدا كما تقبل أعمال الدكتور طه حسين وأصداء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ. لماذا كتبت السيرة الذاتية باللغة العربية؟ وهل هذا هو معطف الهوية الذي ما زال يرتديه دكتور سالم الشيخ؟ وأشكركم جدا، وأختم بهذه الكلمة التي أعتز بها جدا، أن التاريخ يصنع الإنسان، ولكن الإنسان هو ما يخلق التاريخ، ودكتورنا أستاذي دكتور سالم الشيخ خلق تاريخه في مدينة فلورنسا وفي إيطاليا وفي العالم كله، وأخيرا في بلده مصر. شكرا جزيلا، وأعتذر على الإطالة، وأترك الميكروفون للأساتذة. شكرا دكتورة عبير. وفي الختام ننتقل إلى الدكتور محمود الشيخ ليرد على كل هذه الأسئلة التي طرحت في هذا الموضوع. دكتور محمود. نعم. تفضل يا دكتور محمود. طيب، أبدأ من السؤال الأخير. الحقيقة أن هذه الذكريات ولدت أسبوعين على البحر في مقاطعة بوليا في أغسطس 1918. كان عندي رجلي تعبانة، ما كنتش بقدر أروح البحر عشان ما كان ممنوع أن أنا أمشي على الرمل، فكنت قاعد في البيت وما كانش عندي أكتر من شوية ورق وكمبيوتر صغير، فابتديت أكتب. لقيت نفسي بكتب أكتب أكتب أكتب، وكان زي ما يكون حنفية اتفتحت ومش قادر أقفلها لغاية ما خلصت جفت. أنا لا أعد نفسي من العظماء اللي عاوزين يكتبوا سيرة ذاتية. أنا كتبت الذكريات التي وردت وتساقطت مثل قطرات المياه من الحنفية، لا أكثر ولا أقل. أنا مش طه حسين، أنا مش نجيب محفوظ، أكن اليوم كل محبة واحترام وإجلال، وخاصة محفوظ اللي أنا عرفته وساعدت، ما أقدرش أقول بصدقته، ولكن يمكن كان فيه شبه صداقة، مش صداقة بيني وبين محفوظ. وأنا لا أعد نفسي من مثل هؤلاء العظماء اللي كتبوا سيرة ذاتية. أنا كتبت ذكريات، وبعدين فعلا أنا في الفترة الأخيرة بأعيد كتابة هذه الذكريات باللغة الإيطالية، وانتهيت فعلا من نص الكتاب، ومش الكتاب العربي، مش ترجمة، إعادة كتابة، لأن أنا أكتب باللغة الإيطالية يمكن أجود من كتابتي باللغة العربية زي ما قالت عبير فعلا يعني. ولكن أنا ما كنتش عاوز أعمل إنتاج أدبي للغة العربية. أنا كنت كتبت عن أمي غندورة، وقلت حلوة وغندورة، لأن الغنوة إحنا فاكرينها كلها حلوة وغندورة، وفعلا أمي كانت حلوة وكانت غندورة. وأنا يعني لما كتبت واخترت هذا العنوان كنت عارف أنا بختار لي وبقول لي الكلام ده. دي مش سيرة ذاتية، ويمكن أنا عمري ما هفكر أكتب سيرة ذاتية، لأن العظماء هم اللي عندهم القدرة والإمكانية
عندهم حاجة يقولوها يتعلموا منها الآخرين. أنا ما عنديش حاجة أقدمها علشان الآخرين يتعلموا مني حاجة. بالنسبة لتأثير الفكر العربي على الوسط الإيطالي، طبعا الفكر العربي والفلسفة العربية والأدب العربي أثر كتير، مش بس في إيطاليا، في أوروبا كلها، وفي استفاضة في هذا الموضوع اتكتب كتير، وخاصة من المستشرقين نفسهم ومن الأوروبيين اللي بيعترفوا بهذا بفضل العرب عليهم. يعني مثل بسيط بقوله دايما لما بتكلم عن فضل العرب على الأوروبيين، احنا النهاردة بنطلع المريخ مش القمر، وبنطلع على المريخ علشان احنا استطعنا ان نطور علم الرياضيات، وبننسى ان علم الرياضيات تطور في تاريخ معين في سنة معينة من عالم معين. كان عام 1211 لما واحد كان في تونس في بوجة، كان أبوه سير جوليلمو بيشتغل قنصل للتجار في بيزا، ده ليوناردو بيزانو أنا بتكلم، أو ليوناردو كان صغير لما أبوه كان في بوجة، وكان شايف بيعملوا الجمع والطرح والضرب حاجة غريبة مش موجودة في أوروبا. ليه؟ لأن ما كانش عندهم حاجة تساعدهم على عمليات الضرب والجمع والطرح، فعرف إن هما ده الرياضيات اللي كان بيستعملوها الهنود. فبعد جاب ابنه ليوناردو صغير، باور بيقول صغير، وبوجة قاعد يتعلم الرياضيات، سافر الإسكندرية وراح سوريا وراح رجع تاني صقلية ورجع تاني تونس في بوجة، ورجع سنة 1211 إلى بيزا حامل في جعبته كتابين، كتاب عن الرياضيات وكتاب عن الهندسة، ليبر أبشي اي ليبر جيومتري. ليبر أبشي ده كان أساس إن إحنا النهاردة بنطلع المريخ، لأن ده كان فيه اللي إحنا بنسميه أو لغاية دلوقتي الأوروبيين بيسموه الأرقام العربية. هي فعلاً مش أرقام عربية، هي أرقام هندية، اللي إحنا بنقولها أرقام عربية هي أرقام هندية، بس جت من عند العرب لأن جابها ليوناردو بيزانو سنة 1211 وهو راجع من بوجة من تونس. ده كان فيها حاجة اسمها الصفر، مش موجود في الأرقام اللاتينية، عشان كده ما كانوش بيقدروا يضربوا ولا يجمعوا ولا يطرحوا. نعم. فالصفر ده هو كان سبب تطور الرياضيات في أوروبا. في إيطاليا كانوا يعني تجيلاً لهذا الصفر، معروف في اللغة الإيطالية بكلمتين، زيرو صفر وشفرة عدد كبير أو، لأنه هو في ساعة لما بنجمع بيعمل أعداد كبيرة أو. كل واحد مننا قاعد قدامه دلوقتي كمبيوتر، الكمبيوتر دوت لولا الصفر ما كانش طلع كمبيوتر، ولولا الصفر الكمبيوتر ما كانش اتعمل، ولولا الصفر كل التطور العلمي اللي موجود والنازع ولا حد بيروح القمر ولا بيروح المريخ. فتأثير العرب والعلوم العربية والأدب العربي على أوروبا تأثير كبير جدا، وإحنا للأسف بعيدين كل البعد. هم استغلوا هذا التراث وبنوا عليه حضارتهم، وإحنا قاعدين بنقول يا ريت لا بنتغنى إن إحنا لينا فضل عليه. احنا نفسي ان احنا نبطل نتغنى بالتاريخ بتاعنا ونعمل حاجة
نستفيد منها من التراث بتاعنا. أنا بشكركم جزيل الشكر، وأتمنى لكل من تكلم هذه الليلة أنه يتقبل شكري واحترامي وتبجيلي، والشكر للمجلس الأعلى للثقافة وللجنة الدراسات اللغوية والأدبية اللي أتاحت لي الفرصة أن أنا ألتقي بهذه النخبة من العلماء اللي فعلا كرموني تكريم يمكن أكتر مما أستحق. شكرا جزيلا. دكتور عبد الرحيم اتفضل اختم بعد إذنك. دكتور عبد الرحيم، دكتور عبد الرحيم لو مش حاضر في السجن غالبا. شكرا يا دكتور على هذه المرخيص. ايوه انا بتكلم، صوتي واضح؟ اتفضل. سامعني يا استاذ وائل؟ سامع حضرتك، اتفضل يا دكتور. استاذ وائل سامعني؟ سامع حضرتك والله يا دكتور، اتفضل يا دكتور. في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا، طيب شكرا تفضل. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ولا يسعنا الا ان نشكر الاستاذ الدكتور محمود الشيخ على هذه على هذا التواضع الذي يتحلى به العلماء، كما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الذين شاركوا في هذا اللقاء، الدكتور حسين محمود والدكتور زين عبد الهادي والدكتور محمود الضبع، وأيضا على تقدم بمشاركات الدكتور عبد الحميد مدفور والدكتور عبير السيد والدكتور نبيل المحيش والدكتور محمد سلامة، ونشكر فريق العمل من المجلس الأعلى للثقافة وعلى رأسه الأستاذ وائل مشكور. وإن شاء الله نتمنى لهذه الحلقات تستمر بعد ذلك من المجلس الأعلى، وشكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا دكتور عبد الرحيم، أستاذنا دكتور محمود، شكرا لك ولكل أساتذتنا اللي شاركوا معنا والضيوف اللي كانوا معنا على زوم وحتى اللي ما تكلموش منهم اللي شاهدونا بس. وبتمنى ان نعيد يعني طبعا شكر خاص لدكتور محمود الضبع صاحب الفكره، وارجو من حضراتكم الفيديو انا بعته لحضراتكم على صفحاتكم على الفيسبوك وعلى الواتساب، نتمنى ان حضراتكم تشيروه على صفحاتكم لتحقيق اكبر استفاده ممكنه من كلمات استاذنا محمود الشيخ. وشكرا، شكرا لجنه الدراسات الادبيه، وان شاء الله مع الى اللقاء مع مفكر جديد ومثقف مصري جديد نحتفي ونفتخر به. واهلا وسهلا بحضراتكم دائما في المجلس الاعلى للثقافه، تصبحوا على خير. شكرا. شكرا. أريفيديرشي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.